هذا وأعلنت وزارة الصحة في القطاع إحصائية جديدة بضحايا العدوان في يومه 73. وتضمنت الإحصائية استشهاد 151 وإصابة 313 وصلوا مستشفيات القطاع، وسقطوا في 16 مجزرة كان أبرزها في جباليا. وقال المتحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحفي أشرف القدرة إن عددا كبيرا من الضحايا لازالوا تحت الإنقاذ وفي الطرقات، وأضاف أن حصيلة الضحايا ترتفع إلى 19453 شهيدا و52286 جريحا منذ 7 أكتوبر الماضي. إذن وحول آخر التطورات في قطاع غزة ينضم معنا مراسل يمن شباب من غزة محمد سليمان. مرحبا بك محمد. إذن هناك يعني في اليوم 73 على العدوان على قطاع غزة استشهاد 151 وكذلك إصابة 313 في هذا اليوم. لو تضعنا كذلك في آخر المستجدات حتى هذه اللحظة عن وضع المستشفيات ووضع قطاع غزة وكذلك ما الجديد حتى هذه الساعة على الأرض؟ نعم زميلي عمار، الحدث البارز في قطاع غزة قبل قليل هو اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى المعمداني، هذا المستشفى الوحيد الذي يعمل في مدينة غزة. وكما يعلم العالم أن هذا المستشفى سابق وتعرض لمجزرة عنيفة وبشعة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي حين قصف النازحين داخل هذا المستشفى. الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف المستشفيات في قطاع غزة وحربه على المستشفيات من خلال استهداف المستشفى المعمداني الأهل العربي وسط مدينة قطاع غزة، وقام بحملة اعتقالات داخل المستشفى طالت الكادر الطبي وبعض الجرحى. الآن الاحتلال أكمل على مستشفيات مدينة غزة ومستشفى شمال غزة، قام باقتحام مستشفى كمال عدوان ومستشفى العودة والآن المستشفى المعمداني. بالانتقال إلى مدينة خانون جنوب قطاع غزة، تشهد حاليا اشتباكات ضارية وقوية جدا، ونسمع أصوات الانفجارات والاشتباكات لا تتوقف منذ قرابة ساعة من الآن. يبدو أن المقاومة الفلسطينية تقوم بمهاجمة الدبابات الإسرائيلية المتمركزة داخل مدينة خان يونس، وهناك صوت انفجارات واشتباكات متواصلة في هذا المكان. الاحتلال الإسرائيلي أيضا قصف قبل قليل بجوار مدرسة الشيخ جبر، وهي مدرسة تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، وهناك عدد من الإصابات تم انتشالها من داخل هذه المدرسة. الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف النازحين في الأماكن التي نزحوا إليها واعتقدوا أنها آمنة، سواء أماكن تابعة للأونروا أو أي مؤسسات أخرى. الاحتلال الإسرائيلي يريد تشديد الخناق على سكان قطاع غزة. إلى جانب القصف أيضا يستخدم سلاح الجوع في القطاع، حيث يعاني النازحين والناس ومن تبقوا في منازلهم من أزمة كبيرة في الغذاء وتوفر الطعام. كما أكدنا سابقا هناك طفلة شرق مدينة خان يونس توفيت أو استشهدت، توفر الطعام لها داخل مدرسة النزوح. نعم محمد، يبدو أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يزداد سوءا كذلك في ظل إغلاق معبر رفح حول دخول المساعدات والشاحنات. نعم محمد. نعم بالفعل عمار، يعني معبر رفح تدخل منه شاحنات قليلة جدا، وهذه الشاحنات لا تكفي لاحتياجات سكان قطاع غزة، إضافة إلى أن الجرحى يعني هناك قرابة يعني تقريبا عشرات الآلاف من الجرحى في قطاع غزة يحتاجون إلى رعاية طبية، خاصة أن المستشفيات غالبيتها خرجت عن الخدمة، ولكن ما يخرج هو من بين 16 أو 17 جريحا فقط. يعني تخيل هذا العدد فقط هو من يخرج من داخل قطاع غزة إلى المستشفيات المصرية. وزارة الصحة تطلق مناشدات بشكل متواصل بضرورة الإسراع في إخراج الجرحى عبر معبر رفح، ولكن ما يتم هو عدد قليل جدا، حيث تقوم وزارة الصحة بإرسال أسماء الجرحى إلى السلطات المصرية، وبدورها تقوم بإرسالها سلطات الاحتلال، والاحتلال هو من يتحكم بأعداد الجرحى ويتحكم بمن يخرج ومن
لا يخرج، هناك بالفعل جرحى تم خسارتهم واستشهدوا على أسرة المرض نتيجة عدم توفر العلاج اللازم لهم، إضافة إلى أن هناك العشرات أيضا في أماكن الاستهداف استشهدوا وماتوا بشكل يعني بسبب عدم إخراجهم وبسبب عدم إيقاف النزيف نعم بهم، كما حدث مع زميل مصور قناة الجزيرة سامر أبو دقة نعم الذي استهدفه الاحتلال بمدينة خان يونس قبل أيام. نعم وضحت الصورة برأس اليمن الشباب في غزة. محمد سليمان كنت معنا، شكرا جزيلا لك.